عشان نفهم الموضوع أكتر تعالوا نشوف الفيديو ده فيه مجموعة من التساؤلات والإجابات اللي كلنا الحقيقة عايزين نعرفها. سين جيم. ليه الدولة بترفع سعر السولار؟ الدولة بترفع سعر السولار علشان ثمن النفط بيرتفع في العالم كله بشكل سريع وكبير جدا، لدرجة إنه وصل لأكثر من 120 دولار في بعض أوقات السنة اللي فاتت، بعد ما كان سعره 60 ل 70 دولار، وده نتيجة للحرب اللي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة طبعاً لعوامل تانية. طب ليه الدولة كل شوية تقلل الدعم؟ فعلياً الدولة ما قللتش الدعم، بل بالعكس الدولة رفعت دعمها للمواد البترولية السنة دي بأكثر من 10 مليار جنيه، ووصلته ل 28 مليار، بعد ما كان السنة اللي فاتت 18 مليار و400 مليون جنيه. يعني مش الدعم هو اللي قل، لا ده الأسعار هي اللي زادت، وده على مستوى العالم كله. طب اشمعنى دلوقتي الدولة قررت تقلل الدعم عن السولار؟ الدولة حافظت على دعمها لسعر السولار لتثبيت سعره لمدة أكتر من 30 شهر بدون أي تغيير، على الرغم من زيادته على مستوى العالم لأكتر من الضعف. لكن مع تحول الوضع الاستثنائي اللي في روسيا وأوكرانيا الوضع طبيعي، هيكمل معانا فترات طويلة. كانت الدولة لازم تحرك السعر علشان سعر السولر ما يأثرش على أنواع تانية من الدعم، زي دعم الإسكان الاجتماعي، دعم السلع التموينية، دعم القروض الميسرة، العلاج على نفقة الدولة، وغيرها من أشكال تانية لدعم الدولة. طب ليه مصر اللي كل شوية بتقلل الدعم عن المواد البترولية؟ أولاً مصر أصلاً مش بتقلل دعم المواد البترولية، بل العكس الدعم بيزيد في الموازنة لحد ما وصلت الزيادة السنة دي بس لأكتر من 30 مليار جنيه. ثانياً الدعم الضخم المخصص للمواد البترولية مخلي مصر واحدة من أرخص دول العالم في أسعار البنزين في العالم. مصر الدولة رقم 13 من حيث رخص ثمن البنزين، السابعة من حيث رخص ثمن السولار، رغم أن مصر مستهلك صافي للمواد دي. يعني بتصدر مواد بترولية، نفط وغاز وخلافه، لكن ما زالت بتستورد برقم أكبر من اللي بتصدره. فمثلاً لتر السولار عندنا حتى بعد الرفع أرخص من روسيا، واحدة من أكبر مصدري الطاقة في العالم، أرخص من الإمارات، البحرين، قطر، أرخص من أي دولة في المنطقة عموماً، بخلاف السعودية والجزائر. وحتى الدول اللي احنا الديزل عندنا أرخص منها رفعت السعر. الإمارات مثلاً رفعت خلال الفترة اللي فاتت أكتر من مرة، قطر رفعت، الأردن رفعت، الولايات المتحدة السعر متحرر، وبالتالي كل يوم زيادة. هي الأزمة دي مكملة معانا كتير؟ حتى لو كملت أثار الأزمة بتخف، وأسعار المواد العالمية في اتجاهها للانخفاض، والأسوأ فعلاً عدى، واللي جاي أحسن إن شاء الله وبكتير.